أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا إكس لارج، البرنامج الذي يبحث عن الرشاقة، البرنامج الذي يقي من يتبع هذا البرنامج ويتبع إرشاداته كثير جدا من الأمراض المزمنة. وكما قالت منظمة الصحة العالمية أن السمنة أم الأمراض، فبالتالي متابعة هذا البرنامج هي طريق للعلاج والوقاية من السمنة ومن مضاعفتها. عندنا الحقيقة كثير جدا من المواضيع التي لا يمكن انها تغطي مجموعة حلقات تصل الى 100 حلقة نتحدث فيها عن السمنة وطرق العلاج، لكن دايما في اكس لارج دايما بنغطي موضوع، وهذا الموضوع ايضا بنشوف فيه جهاز من الاجهزة او طريقة من طرق العلاج التي من الممكن ان تساهم في التغلب على هذه المشكلة. موضوعنا النهاردة اعزائي المشاهدين، بندعوكم في مشاهدة اكس لارج، هنتكلم النهاردة فيه عن السمنة الموضعية والسمنة الكلية. كثير جدا الحقيقة مننا يعني بيختلط عليه الامر ما بين سمنة الجسم ككل وسمنة في مكان معين، ويعتقد ان العلاج واحد للاتنين. يعني لو واحد عنده سمنة في البطن وفي الارداف والجسم كله متناسق، ولكن الوزن زيادة عن الطبيعي اللي هو طول ناقص 100 بدرجة 20 و30 و40 و50 و60% واحيانا 100%، ولكن بدرجة متناسقة، ده مختلف تماما في العلاج وفي السبب عن سمنة موضعية فقط. يعني حد بيجد ان السمنة مركزة في منطقة البطن، سمنة مركزة في منطقة الأرداف، دي سمنة موضعية. البرنامج يختلف تماما، ولا يوجد برنامج غذائي يعالج سمنة موضعية. ما فيش رجيم للبطن، وما فيش رجيم للأرداف، وما فيش رجيم لتراكم السمنة في الذراع، ولكن علاج السمنة الموضعية هو موضعي، يعني علاج جراحي بشفط الدهون بالجراحة، استئصال الدهون، حقن ببعض المواد مواد طبيعية في ما يسمى بعلم الميزوثيرابي، أو بأنك بتعمل جلسات، هذه الجلسات بتؤدي إلى صهر الدهون الموضعية وخروجها على هيئة مواد أولية، ولكن كلاهما مختلفان تماما. ممكن واحد فيهم يؤدي للتاني، لكن أن يتبع من يعاني من سمنة كلية نفس البرنامج اللي بيتبعه من يعاني من سمنة موضعية، هذا خطأ شديد جدا. السمنة الموضعية لها أسباب كثيرة. لو سمنة موضعية تعود إلى الوراثة، في عندنا في الشعوب في أفريقيا مناطق تراكم الدهون الوراثية في منطقة الأرداف، في أوروبا في منطقة الظهر، هناك سمنة موضعية تتبع بعد بعض التغيرات اللي بتحدث مع السن، نتيجة ان حد مثلا سيدات تزوجوا وفي نفس الوقت حدث حمل، والحمل كان حمل متكرر، هناك ولادة وزيادة في حجم البطن 9 أشهر مكررة او غير مكررة، ولكن السمنة المتوقعة ان يحدث حدوثها في هذه الحالة هي سمنة البطن. فسمنة البطن بعد الولادة من انواع السمنة المعروفة على المستويات المختلفة. ايضا هناك سمنة تتبع تغيير البرنامج الحركي، يعني مثلا حد كان بيتحرك وبيجري وبيروح الكلية وبعد كده اشتغل في بنك بيقعد 10 ساعات في اليوم، مع جزء الوراثة لهذا الشخص ان يكون هناك اكتساب لسمنة موضعية في منطقة الارداف، فبتزيد منطقة الارداف في الحجم. وربما حد كان بيعمل مجموعة من التمارين الرياضية لفترة من الفترات وبدأ يقلل هذه التمارين، وبدأت الحياة بتشد شوية ناحية السكون والأعمال الإدارية، فبالتالي هتتراكم سمنة موضعية. الأماكن اللي كانت فيها قوة من العضلات شديدة هتتراكم مكانها وما بين الخلايا كمية كبيرة جدا من الدهون. السمنة الموضعية لو جينا قلنا في خلايا الدهون دي بتتكون من مجموعات، هذه المجموعات مجموعات ألفا البناءة ومجموعات بيتا الهادمة على سبيل المثال. ألفا بتبقى بنسبة عالية جدا في مناطق، وبيتا بتبقى بنسبة أقل شوية، وبالتالي النسبة ما بينهم 1 إلى 9. حد بيبني ده بياخد النسبة 9، حد بيهدم بياخد النسبة 1. النسبة في الخلايا اللي بتبني أكتر في منطقة الأرداف 9 مقابلة بمنطقة البطن.
اما بيبتدي الانسان يقل اكتر من البطن والنزول بيبقى اقل من منطقة الارداف، مما يستوجب ان انا ادخل برنامج ومتغير اخر زي علاج سمنة موضعية بعيدا عن المجال الجراحي وشفط الدهون واستئصالها، ولكن باستخدام مجموعات من الاجهزة. وعشان كده تطور الاجهزة في الفترة السابقة جه لسببين. السبب الاول بعض المرضى الغير قادرين على بذل مجهود وعندهم مشاكل زي زيادة في الضغط، زيادة في السكر، دهون على الكبد، عندهم مشاكل انزلاق غضروفي، خشونه في الركبه، ولازم يقل في الوزن ولكن غير قادر على بذل مجهود عشان يستهلك سعرات حراريه تصل على سبيل المثال وليس الحصر الى 7700 سعر حراري عشان يبتدي يخس كيلو. 7700 سعر حراري يحتاج الى كميه كبيره جدا من المجهود اللي لا يمكن ان تتحملهم ركبه فيها خشونه او ظهر فقرات قطنيه فيها انزلاق غضروفي شديد، لان ده هيؤدي الى مشاكل شديده جدا وربما تفاقم فيها الحاله او تضاعف في الاعراض. ومن هنا اتى الدور التكنولوجي في تطور الاجهزه اللي كانت في الاول بتتعمل بجراحات شفط واستئصال دهون. الاول كان بيتعمل فتحه صغيره جدا بيخش منها الم بروب كده صغير من الموجات الفوق صوتيه يبتدي يسر هذه الدهون ثم تشفط الى الخارج. بدا العالم يتطور بدون جراحه، ان احنا بنجيب الموجات الفوق صوتية بتوضع فوق هذه الاماكن وتحول الدهون من مواد صلبة الى مواد سائلة، وبتطلع هذه المواد بعد كده على هيئة مواد اولية في البول زي الكيتون والاسيتون. وجد العلم تطور في هذا المجال فيما بعد انه بدأ يخش اكتر شوية الى اعماق تصل الى 2 و3 سنتي باستخدام الموجات الفوق صوتية العميقة اللي بتعمل كهف في خلايا الدهون. هذا الكهف عندما يستخدم المعالج موجات فوق صوتية ترددها فوق 80,000 تردد في الثانية بيخرج المحتويات دي على هيئة أحماض دهنية وجليسرول، وبالتالي بتقل في الحجم. وعندما نتوقف عند هذا الحد في الجلسة أو في المرحلة الأولى ما بيتمش إنقاص الوزن، ولذا يعقب هذا الجزء استخدام 40,000 تردد في الثانية عشان تخرج هذه المحتويات على هيئة كيتون وأسيتون في البول. ويعقب هذا المرحلة الثالثة التي يستخدم فيها التردد الحراري اللي بيرفع درجة الحرارة على بعد 2 أو 3 سنتي إلى درجة 42 إلى 45 درجة، فده بيؤدي إلى أن مادة الكولاجين بتتفرد في هذه المنطقة، وده يؤدي إلى منع الترهل الشديد جدا الذي يعقب إنقاص الوزن. من الممكن أن يعقب هذا الجزء أو لا يعقبه استخدام الليزر البارد الذي يقوم بتنبيه الجزء الداخلي في خلايا الدهون وهو النواة الميتوكوندريا اللي بتطلع الطاقة الشديدة جدا، وهذه الطاقة تؤدي إلى حرق شديد جدا في هذه الدهون. بعد هذا الكوكتيل الكامل من الممكن أن ينتقص الجسم عند عمل جلسات للسمنة الموضعية على منطقة البطن بعد 12 ساعة، والجلسة مدتها حوالي نص ساعة ونص ساعة وخمس دقائق، ينتقص في حدود نص كيلو من المنطقة الموضعية، ويستمر الانتقاص معاه لمدة 5 أيام بعد الجلسة، يعني نص كيلو في ربع كيلو في 8 كيلو. هناك جلسات أيضا أخرى من الممكن أن تؤدى حسب أنواع السمنة. لو في السمنة في الأرداف استخدم لها نوعيات إذا كانت معاها التهاب في الخلايا الذي يسمى السيلوليت. أيضا من الممكن أن يكون هناك علاج بالتجميد، وخاصة في مناطق تراكم الدهون في مناطق زي الذراع أو مناطق زي منطقة الصدر عند الرجال، ودي بيبقى معاها أو مش معاها اضطراب في الهرمونات الذكرية، وبالتالي من الممكن أن تجمد الدهون الثلاثية 5 تحت الصفر ثم تخرج بعد استخدام الموجات الفوق صوتية العميقة بتردد 40,000 تردد في الثانية على هيئة مواد أولية زي الكيتون والأسيتون، وبيعقب هذا التردد الحراري اللي بيمنع الترهل. هذه الأجهزة ونوعيات كثيرة جدا أخرى لا يقل عدد الجلسات بتاعتها عشان تؤدي إلى زيادة في عملية التمثيل الغذائي عن 3 جلسات. يعني من الممكن أن تؤدى جلسة كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل 3. هذه الجلسات تنتقص السمنة المواضية، ولكن زيادة عملية التمثيل الغذائي وزيادة نسبة الحرق عند الناس اللي الحرق عندهم ضعيف بنشوفها وبنتابعها بعد على الأقل استقبال الجسم ل3 جلسات عند الناس اللي هم عندهم الحرق ضعيف. هذه الجلسات ليست لها مضاعفات، ومن الممكن أن يمنع منها فقط الناس اللي عندهم مشاكل صحية زي أمراض القلب، جراحات القلب، مشاكل في الكبد زي فيرال سي أو فيرال بي، يعني حاجات معدية أو الإيدز. الناس اللي عندهم جلطات وجلطات متكررة زي أن أنا هبدأ أسهر دهون وتمشي في ممرات هي الأوعية الدموية، من الممكن أنها تسد في أي وقت، وبالتالي يمنع هؤلاء الناس من أن أنا
اعمل لهم مثل هذه الجلسات. دي نوعيات نادرة جدا تمثل حوالي 2% من الناس اللي بيعانوا من السمنة، لكن بقية الحالات في اي عمر من الاعمار من الممكن ان يتم عمل هذه الجلسات بنجاح شديد جدا. هنشوف احد هذه الاجهزة اللي بتعالج السمنة الموضعية باستخدام كوكتيل من الموجات الفوق صوتية والتردد الحراري والليزر البارد، ازاي من الممكن ان تنتقي السمنة موضعية من منطقة البطن. هنشوف وبعدين نرجع نتكلم. ده الحقيقة جهاز من احدث الاجهزة التي تعالج السمنة الموضعية باستخدام التردد الحراري والموجات الفوق صوتية والليزر البارد، اللي بيبتدي الجهاز بنشغله على المنطقة الموضعية اللي فيها تراكم دهون زي منطقة البطن. في المرحلة الاولى بيبقى فيها موجات فوق صوتية ب80,000 تردد في الثانية، ويعقب هذا 40,000 تردد في الثانية. بنستخدم ميديم موجود نوع من انواع الجل علشان خاطر ما تبقاش الموجة ثابتة في هذه المنطقة وتؤدي الى اصطدامات. ده التردد الحراري مع اشعة الليزر ومع علاج ضوئي. هذا العلاج الضوئي يؤدي الى زيادة الطاقة في هذه المنطقة وارتفاع نسبة الحرق بدرجة عالية جدا. طبعا له اشكال مختلفة وانواع مختلفة، من ضمنها الهيليوم نيون. طبعا التردد الحراري بيرفع درجة الحرارة 42 درجة او 45 درجة، ومن الممكن ان يكون مع هذا الجهاز او مع هذه النوعية من المراحل اللي احنا بنستخدمها تنبيه كهربي، فبيؤدي الى زيادة الطاقة في الجزء الداخلي في الخلية الذي يسمى الميتوكوندريا، خلية الدهون. وبالتالي هذا يساهم في انقاص وزن سريع من سمنة موضعية في بعض المناطق زي سمنة البطن. طبعا في مراحل اخرى بس احنا بنختصر الوقت. شايفين قبل وبعد الجلسة الفرق واضح جدا بعدد السنتيمترات التي تم انتقاصها، وده يعني بيخلي المشاهد يوصل الى مستوى ان لا يأس في علاج السمنة. لو انا جربت برنامج، لكن هناك برامج كثيرة جدا، زي مريض زار احد الاطباء في تخصص معين ولم يحرز نتيجة، لا يأس، بيروح لدكتور تاني بيكتب له روشتة تاني من نفس الصيدلية ولكن من مكان اخر في هذه الصيدلية، كبرنامج من البرامج التي من الممكن ان تساهم في شفاء مثل هذه الحالة. اجهزة العلاج التي تؤدي الى انتقاص وزن سريع جدا موجودة في اماكن كثيرة جدا، ولكن يجب تطبيقها بحرفية، ويجب اختيار الجهاز المناسب لكل حالة على حدة، حتى لا يحدث عدم تقدم وبالتالي يحدث يأس من استخدام هذه الاجهزة. عندما ينتقص الوزن من السمنة الموضعية او السمنة الكلية، السمنة الكلية هنا طبعا السمنة اللي ماسكة الجسم كله، بنلاقي واحد بيزيد بسيمترية ثابتة في البطن والارداف والذراع، وعندما ينتقص الوزن كأن بيكش او بيأخذ مقياس رسمي له بصفة اقل مما هو عليه، ولكن بانتظام ان البطن خست زي الارداف زي الدراع زي الصدر، فبالتالي السمنة الكلية هي سمنة منتظمة وليست فيها سمنة موضعية. في احيانا بنجد بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة مزدوجة، معهم سمنة كلية وسمنة موضعية، سمنة ماسكة كله ولكن فيها جزء موضعي اكثر في منطقة الارداف، فيها سمنة موضعية اكثر في مناطق اخرى. من الممكن ان تساهم هذه الاجهزة في زيادة عملية التمثيل الغذائي في السمنة الكلية لحرق دهن سريع، ومن الممكن ان تساهم هذه الاجهزة في علاج السمنة الموضعية علاج نهائي، وترك مكان خلية السمنة قوة من العضلات لا تسمح ان السمنة ترجع تاني الى مكانة عليه. ومن الممكن ان تؤدي استخدام هذه الاجهزة الى شد في الجلد وترك مادة الكولاجين في منطقة الترهل بعد انتقاص الوزن، بتبتدي تشد هذه المنطقة حتى لا يحدث هذا الترهل الذي من الممكن ان يؤدي الى مضاعفات شفناها الحقيقة، مضاعفات نزول الوزن بدرجة عالية جدا بدون عمل رياضة او بدون جلسات. هذا الترهل من الممكن في منطقة البطن ان يؤدي ان العيان بيكح بس يجيله فتق سري او فتق إربي، او ممكن يجيله انزلاق غضروف في الظهر، لان طبعا البطن هي المسند الامامي لعضلات الظهر. بعد انتقاص الوزن بنجد كثير جدا من الناس اللي بيعانوا من السمنة الموضعية والسمنة الكلية ما بيثبتش الوزن. يعني ايه يثبت الوزن؟ يثبت الوزن يعني ياخد اكبر كمية من السعرات الحرارية من الاكل الطبيعي اللي موجود في البيت بدون وزنه ما يزيد.
حد من الممكن ان هو ياخد 1200 وما يزيدش، واحد ممكن ياخد 1300 وما يزيدش. بنبدأ ندي المريض بعد انتقاص الوزن برنامج غذائي. هذا البرنامج الغذائي ليس برنامج مكتوب عبارة عن رجيم، لكن بندي له الكتاب كله. الكتاب كله فيه برنامج تثبيت الوزن، ان كل نوع من انواع التغذية كل 100 جرام بعدد من السعرات الحرارية. هذه السعرات الحرارية بقول له خد اول اسبوع 750، وبعد اسبوع نشوف. اذا لقينا الوزن قل ندي له سعرات اكتر، لقينا الوزن زاد نديله سعرات اقل، الى ان نجد عدد من السعرات لا بيزود ولا بيقلل يمشي عليه العيان. لو العيان ما ثبتش الوزن او ثبته بطريقه خاطئه، واحنا بنشوف التثبيت الوزن بطرق خاطئه، زي مثلا يقول له اعمل لك ابر صينيه وكل زي ما انت عايز، او احط لك ابره في رجلك وكل زي ما انت عايز، او يوم فري ويوم رجيم، ده بيؤدي الى لخبطه في الغده تحت المعده ومقاومه نزول الوزن. او شفتها في احد الحالات يقول له خد اسبوع او خد شهر كامل كل اللي انت عايزه وبعدين ارجع من الرجيم. وجدنا ان احد الحقيقه البنات بعد ما قل وزنها عند احد الناس الزملاء 20 كيلو في حوالي 3 شهور، قال لها كل اللي انت عايزاه وتعديلي بعد شهر، كلت وزادت 15 كيلو. اما رجعت له حاول يعمل معاها برامج كثيره جدا، لم يجد نزول في الوزن الا ضئيل لا يتعدى عده جرامات. وده بسبب نباهه الجسم وبسبب ذكاء الشديد جدا في الخلايا التي تقاوم المنبهات عندما تقرر مرة واثنين وثلاثة. رجيم قررته الجسم بيعمل مناعة، رجيم خدته وبطلته ورجعت له مرة أخرى تزيد نسبة المقاومة البيولوجية في النزول 30% في المرة اللي بعدها، 60% في المرة اللي بعدها، 90% مش عايز ينزل. وأيضا من ضمن خطورة عدم تثبيت الوزن بعد نزوله أن يكون هناك سمنة في أماكن لم تكن موجودة فيها قبل كده. يعني في ناس كان عندها سمنة بطن وعملت برامج ونزلت الوزن ببرامج غذائية وأجهزة وإلخ، وما عملتش برنامج لتثبيت الوزن، ده أدى إلى وجود سمنة في أماكن لم تكن موجودة فيها، في الظهر مثلا ما كانش عنده سمنة في الظهر خالص، أو سمنة في الذراع، ما يقولك ما كانش عنده سمنة في الذراع. ولكن عند الابتعاد عن البرنامج الغذائي وعدم تطبيقه وإن أنا أكل طبيعي تطلع سمنة في أماكن لم تكن موجودة فيها قبل كده. يبقى الخطورة بتكمن في وجود سمنة في أماكن أخرى، في عدم نزول الوزن، في يأس شديد جدا نفسي من أن أنا هبتدي أول من الصفر. وعشان كده ما فيش حاجة اسمها أثبت الوزن عندما يصل إلى الوزن المثالي، لا، ممكن أثبت الوزن عندما يصل إلى الطول ناقص 100 كمثالي، أو إلى آخر وزن كان موجود عليه من 3 سنين. يعني أنا وزني 120 بس ما نزلش عن 100، أثبته على 100 وأقعد شوية وبعدين أرجع تاني أكمل. يعني زي ما يعني نوع من أنواع الراحة المؤقتة التي تؤدي الى راحة مقاومة الجسم الشديدة جدا في نزول الوزن، ثم ابدأ في برنامج اخر بعد مدة شهر او شهرين او 3. درجة الحرق برفعها بالناس اللي هم عندهم سمنة كلية وسمنة موضعية بعدة طرق. في ناس بترفع درجة الحرق باستعمال علاجات دوائية من الصيدلية، طب احنا ندي بدل العلاجات الدوائية مجموعة من الاعشاب اللي هي اصلا بيستخلصوا منها علماء الصيدلة وبيعملوها في الصيدلية مجموعة من الأدوية. يعني أنا لو جبت مثلا معلقة صغيرة من الشاي الأخضر مع جنزبيل أخضر مع قشر رمان ناشف وكمون ونعناع أخضر وأبدأ أغليهم وأشربهم 3 مرات في اليوم، ده بيؤدي إلى حرق سريع جدا. لو أنا جبت كمون مغلي وجبت هذا الكمون حطيت عليه ليمونة وقطعتها وسبتها ساعتين وشربتها قبل الفطار أو قبل ما بين الفطار والغدا، الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة ما قضاش قبل الفطار، هيساعد على حرق دهني سريع جدا. لو انا حطيت بذر الكتان الزيت بتاعه او بذر كتان مطحون او خل تفاح على السلطه، ده بيساهم في حرق سريع جدا. لو انا جبت شاي اخضر مع مرمريه مع بابونج مع سيناميك وابدا اغليهم واشربهم، وخاصه الناس اللي هي بتعاني من نوع من انواع الضعف في الحركه بتاعه الامعاء ادى الى امساك شديد جدا، هذه الطريقه تؤدي الى مرونه في الامعاء وتمنع الامساك المصاحب لكثير جدا من حالات السمنه. يعني الحقيقه من الممكن ان انا اعمل برامج كثيره جدا استخدم فيها العلاج بالاعشاب عشان تساعد على زياده نسبه الحرق. وهنا ما بنحبش استخدام ما يسمى بصيدليه الرصيف، ان انا اروح عند العطار واقول له اعمل لي برنامج، هذا البرنامج بيشمل على مجموعه من الاعشاب انا ما اعرفش اتحفظت ازاي او الخليط مع بعضه ادى الى مضاعفات شكلها ايه، وبالتالي من الممكن ان تؤدي الى مضاعفات ما كانتش موجوده النهارده ممكن تبقى موجوده بعد سنه او 2 او 3
شفنا منها حالات وصلت إلى الفشل الكلوي. ولذا احنا بنحبز السمنة العلاج بالأعشاب للسمنة الأعشاب المنزلية. هنا الموضوع بتاعنا بيشدنا إلى ما يسمى بالسمنة المركبة. ما هي السمنة المركبة؟ يعني احنا قلنا في سمنة موضعية وفي سمنة كلية، في حاجة تانية اسمها سمنة مركبة. يعني حد كان بيعاني من سمنة بطن ثم تركها ولم يعالجها، فبالتالي انتقلت هذه السمنة وخلايا الدهون بدأت تعمل مخازن في أماكن أخرى في الظهر، فبقى الظهر والبطن. هذا الشخص البدين ترك هذه السمنة فانتقلت خلايا الدهون عشان تعمل مخزن جديد في الأرداف. دي بتسمى سمنة مركبة التي تشتمل على أكثر من مكان نتيجة إهمال علاج سمنة في منطقة واحدة. هذه السمنة المركبة من الممكن أن تعالج مزدوجة بعلاجين. العلاج الأول علاج السمنة الكلية بالبرامج الغذائية والحركية. السمنة الموضعية المركزة في أماكن معينة تعالج بهذه الأجهزة. طب هنا في سمنة موضعية المشاهد بيتساءل على الحقن بالميزوثيرابي. هذا الحقن هو علاج حديث قديم بدأ من سنة 52 مع أحد العلماء المعنيين بالتجميل والجراحة في فرنسا سنة 52، وكان يستخدم نوعيات من المواد الطبيعية لحقنها للتجميل تحت الجلد. بدأ التطور في هذه المواد إلى أن دخلت في عالم السمنة، وبدأت توضع مجموعة من المركبات. واحد يحط لي فوسفودايدا الكولين، دي مادة من المواد التي تساعد على زيادة نسبة الحرق بسرعة. واحد يقول لك حط ال كارانتين، ده بيساعد على نقل الطاقة إلى من الخلية من فوق إلى جوه الخلية إلى الميتوكوندريا المركز عشان تساهم في الحرق. واحد يحط لك مركب أيضا آخر زي الأمينوفيلين اللي بيساعد على توسيع في الأوعية الدموية وبيوسع الشعب الهوائية عشان يبدأ يجري الدورة الدموية ويساهم في الحرق. واحد يحط لي مجموعة من المواد المخدرة التي تساهم في نقل المواد المحقونة من الجزء الخارجي إلى الجزء الداخلي ببطء حتى يستمر في عملية الحرق بدل يوم لمدة أسبوع و15 يوم، زي الليدوكاين. دي بتساعد على أن الحرق بيستمر فترة كبيرة جدا، ومواد أخرى كثيرة جدا تصل أن كل شركة بتقولك أنا بحط 6 مواد والتاني بحط 5 مواد و4 مواد. هذه المواد بتساهم في إقلال حجم خلية الدهون، بناخدها بالقطر اللي بيقل مثلا من عدة مليمترات إلى أقل وأقل وأقل، وبيحدث ضمور في خلايا الدهون دي، لكن خلية الدهون ما زالت موجودة. وبالتالي يجب أن يعقب هذا الجزء برنامج أيضا لتثبيت الوزن. في بعض الناس ممنوع أن احنا نعمل لهم الحقن بالميزوثيرابي، احنا بنستخدم الحقن بدون إبرة، بأن توضع هذه المواد على أجهزة الموجات الفوق صوتية أو أجهزة الكافيتيشن، فتبتدي تعمل تأيم في هذه المواد، تبقى أيونات صغيرة. أيضا تبتدي تفتح المسام فتمتص المسام هذه الأيونات إلى الداخل، وتؤدي إلى نتيجة فورية في انتقاص الوزن، تبدأ من النهاردة وتستمر لمدة 15 أو 21 يوم. الممنوعين من هذا النوع من أنواع العلاجات المرضى اللي عندهم مشاكل في الكبد زي التهاب كبدي وبائي فيرال سي أو بي. الناس اللي عندهم نوع من أنواع الحساسية لعلاجات دوائية، دول ممنوعين. الناس اللي عندهم جلطات سابقة في الأوعية الدموية أو جلطات في المخ أو شلل سابق أو عملوا عمليات قلب مفتوح أو تغيير صمام أو عملوا دعامة في القلب، مثل هذه الحالات بنحجبها عن العلاج بالحقن الموضعي وبنكتفي بالحالات الأخرى. احنا بنتحدث النهاردة على السمنة المركبة والسمنة الموضعية، لازم أيضا نتطرق على دور بتاع الرياضة العلاجية في مثل هذه الحالات. هل لو أنا عندي سمنة في البطن، لو سمنة في الأرداف وعملت تمارين للبطن، سمنة البطن تروح؟ هتقل لكن لن تنتهي، هيقل فيها مستويات من الدهون التي تستخدم كطاقة لعمل التمارين العلاجية في منطقة البطن، لكن انتهاءها لا يمكن أن يحدث إلا بشفط الدهون بالجراحة أو استئصال هذه الدهون جراحيا أو الحقن بالميزوثيرابي اللي هو العلاج بالحقن، أو بمجموعة من الجلسات التي تؤدي إلى إقلال السمنة في المناطق الموضعية.
الرياضة العلاجية تعالج السمنة الكلية، يعني أنا لو مشيت نص ساعة وخمس دقايق ده بيؤدي إلى زيادة في نسبة الحرق عالية جدا، ولكن لها شروط عشان آخد وزن من الوزن اللي موجود من السمنة الكلية. يجب ألا تقل مستويات المشي عن نص ساعة وخمس دقايق أو ساعة إلا ربع. واحد يقول لك أنا بمشي 10 دقايق الصبح و10 دقايق الظهر و10 دقايق بالليل، لا، نص ساعة وخمس دقايق هي الكافية لحرق دهن سريع، بشرط أن تكون السرعة التي تؤدي بها هذه التمارين أو المشي سرعة متوسطة ومسافة كبيرة، وهذه السرعة المتوسطة تصل في رفع أقصى درجة لضربات القلب إلى 35% زيادة، وأيضا بتصل فيها نسبة الحرق إلى أنها بتاخد 50% دهون، 49% نشويات، و1% بروتين. اما الجري بسرعه 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 ده بيؤدي الى وجود المواد الناتجه من الحرق زي حمض اللاكتيك اللي بيؤدي الى يعني ارهاق شديد جدا، وفي نفس الوقت يقلل ميزان الحرق. يحدث في هذا الامر اللي هو الجري بسرعه شديده جدا زياده في سرعه ضربات القلب الى ان تصل الى اكثر من 75%، وده بيؤدي الى ان الطاقه بتيجي من النشويات اكثر من الدهون بدرجه 70% نشويات وبدرجه 29% دهون و1% بروتين. بنجد ان الفرق شاسع ما بين هذه الرياضه العلاجيه والرياضه الاخرى، ان في الرياضه الاولى اللي بتعمل فيها مسافه كبيره وفي نفس الوقت سرعه متوسطه، ده بيؤدي الى حرق دهن سريع. لو انا جيت حللت البول بلاقي فيه كميه عاليه جدا من الكيتون والاسيتون اللي بيثبت لي ان المشي بسرعه متوسطه مسافه كبيره بيؤدي الى حرق دهن سريع، عكس ان انا امشي لفترات بسرعه جامده جدا وبالتالي لا يمكن ان يحدث مثل هذا الحرق. السيدات بعد الولاده بيجي لهم سمنه موضعيه، ودول بيتميزنا بان هذه السمنه الموضعيه بتتناسب مع عدد ومرات الولاده وتتناسب مع نوع الولاده. واحده ولدت مره غير اثنين غير ثلاثه، الولاده الطبيعيه غير الولاده القيصريه، التاهيل عقب الولاده. يعني واحده ولدت مره وبعدين عملت عمليه تاهيل لعضلات البطن وقوت عضلات البطن مره اخرى وضيعت السمنه وبدات ولاده مره اخرى او حمل مره اخرى ثم ولاده، دي طبعا النتيجه بتاعتها هتبقى طيبه، غير اللي هي بيتراكم معاها ضعف عضلات البطن، سمنة البطن ما بين ولادة واخرى، للولادة الاولى اكتسبت منها 10 كيلو والتانية 10 كيلو بقوا 20 والتالتة 10 كيلو بقوا 30 وهكذا. ومن هنا بننصح ان الوزن وزيادته في خلال فترة الحمل عند السيدات مفروض ان ما يزيدش عن 10 الى 15 كيلو، يعني كل شهر يبقى من كيلو لكيلو ونص، بحيث ان في نهاية المدة تبقى 10 الى 15 كيلو حتى بدون عمل رجيمات. لو هي مشت على برامج غذائية طبيعية بدون ان انها تمشي على الموروثة الشعبية في التغذية، لازم تاكلي ليكي واللي ببطنك او تاكلي ليكي واللي بترضعيه، فبالتالي هتزيد جدا في الوزن وتاكل اكلات فيها سعرات مرتفعة جدا. اذا اتبعت الاسلوب الطبيعي جدا زي ما بيحدث في الخارج، بنجد بعد 8 اسابيع ان الوزن عاد الى طبيعته في خلال 8 اسابيع. ولكن عند السيدات اللي بيخفلنا هذا الامر بنجد ان السمنه مستمره، لان هم بيعكسوا وبياكلوا ليهم وللجنين وبياكلوا ليهم كميات اكبر، واحنا بنقول للسيدات اللي هي بترضع بتزود بس كميات اللبن والسوائل اللي بتاخدها. يعني انت لو خدت 28 كوبايه ميه في اليوم، الستات اللي بترضع هتطلع كميه من اللبن تكفي الطفل واكتر. لو خدت كوبايتين لبن منزوعين الدسم سعراتهم حوالي 300 سعر حراري، لو خدت ينسون كتير بكمية من السكر قليلة جدا، لو خدت فاكهة كتير، لو خدت خضار كتير، ده هيؤدي الى ادرار لبن سريع جدا وبكمية تكفي الجنين وفي نفس الوقت ما بتزودش الوزن. اعزائي المشاهدين، سعدت بكم في هذه الحلقة السريعة جدا من اكس لارج، تحدثنا فيها عن السمنة الموضعية والكلية، وشفنا فيها احد البرامج اللي بيستخدم في برامج العلاج الطبيعي لعلاج السمنة وانتقاص كمية كبيرة جدا في اقل وقت ممكن. على وعدهم بلقاء في حلقة قادمة. أتمنى لكم دوام الصحة ودوام التوفيق والرشاقة، ونلقاكم في حلقة قادمة.